الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنن افتتح السنن بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الدعاء، باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات رواه جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود أبو محمد. قال ابن المديني ثقة، قال النسائي ثقة ثبت، قال ابن خراش ثقة. قال عن ابن أجلان محمد بن أجلان القرشي أبو عبد الله المدني، وهو من الثقات، وثقه ابن معين، وقال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة. وقال النسائي ثقة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن من الثقات الأثبات. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له سبحانه جل في علاه. الأصل في ذلك أن ما قضاه الله لا بد أن يكون، وما أراده الله جل في علاه لا بد أن يحدث، فلا رد لفضله ولا رد لقضائه سبحانه جل في علاه. والذي قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وأن الله قد قدر وكتب على الناس المرض والشفاء وغير ذلك، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومن الأدب أن المرء لا ينسب ذلك لربه جل في علاه أدبا، كما قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. والشفاء بيد الله جل في علاه، كما أنزل الداء أنزل الدواء، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ولما دخل على الرجل وقال: أنا الطبيب، قال: لست الطبيب، أنت الرفيق، إنما الطبيب الله. فإذا مرض العبد أو إذا أساء وتعدى وسأل ربه الشفاء أو سأل ربه المغفرة، فليعزم في المسألة، وعليه أن رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي، لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم، ولا يقولن هنا النهي في ذلك نهي تحريم، النهي في ذلك تحريم، لأن الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي، قلنا من أصلها يا الله، وهو توسل باسم الله الأعظم. اللهم اغفر لي، والمغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، فالمغفرة والرحمة يقترنان ويفترقان. من افترق كما قلنا كانت المغفرة لسات العيب، وكانت الرحمة لعدم العقوبة. قال: اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. قال: وليعزم في المسألة، يعني أنت لابد أن تقول: اللهم اغفر لي، وهذا الذي قاله الله تعالى، وأنت عليك أن تكون مصدقا. لما هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شئت، وأمر بأن يعزم في المسألة لأمور: الأمر الأول بأن العزم في المسألة فيها حسن ظن بالله جل في علاه، وهذه من حسن العبادة، من أعظم حسن العبادة حسن الظن بالله جل في علاه. ولا يكون حسن الظن بالله إلا على ساق اليقين في الله، وأيضا التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالعلم والحكمة وغير ذلك. إذا العزم فيه حسن ظن بالله، والتعليق بالمشيئة كأنه فيه أيضا سوء ظن بالله جل في علاه، لذلك نهى عنهم. وهنا يقول: إن الله لا مكره له. في النص قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا مكره له، لا تحسب أن تفعل ذلك وأن الله يكره شيء، ما أراد الله سيكون وما لم يرد لا يكون، لأن الصالح فيما أراده الله جل في علاه. وفي ذلك إذا قال إن شئت وعلق بالمشيئة، المعنى أنه كأنه مستغن عن الله جل في علاه، فيكون المعنى هنا
كأنه استغنى عن ربه جل في علاه. لذلك إن شئت فاغفر وإن لم تشأ فلا تغفر، أعوذ بالله. وهذا أيضا فيه سبيل إلى 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 أن يطغى المرء وطغيان المرء مع اكتساب الكبر، هلك ليست بعدها هلك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أرأيت من رأى نفسه مستغنيا عن ربي قال إنما أتيته على علم عندي، وقال متبجحا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فيكون الذي يقول إن شئت بهذا كأنه يري ربه الاستغناء عنه. وأصل استجابة الدعاء أن تظهر فقرك الحق لله جل في علاه، وأن تبين إعوازك الشديد لربك. ولذلك قال وليعزم، يؤكد وليعزم المسألة ولا يعلق، ولأن التعليق كما قلنا فيه ما فيه من التعريض بالاستغناء، والعبد أفقر ما يكون لربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال فإن الله لا مكره له، يعني ما أراده الله لابد أن يكون. إذن من أدب الدعاء أنه إن دعا يجزم ويعزم في المسألة، بل ويطمع، لأن هذا من فقه الداعي أن يطمع في كرم الله جل في علاه. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. نعم. طيب يبقى عندنا إشكال يجب حله، وهو أن النبي كان إذا دخل على مريض قال طهور، لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا دعاءه الآن، يدعو له طهور إن شاء الله. فإن دعا له طهور إن شاء الله، كيف تكون الإجابة هنا؟ هو قال إن شاء الله الآن استثناء، فكيف تكون الإجابة؟ تفضلوا. والتبرك بإسم الله إتساء بالكتاب، هذا الأصل الذي يقال بذلك عندما قال طهور إن شاء الله. قد قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقينها، الله قد أوحى أنكم ستدخلون المسجد الحرام، فكان تبركا. طيب، في قولي إن الله لا مكره له سبحانه جل في علاه بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفعل الله جل في علاه عن حكمة وعين. الفوائد المستنبطة: الأدب مع الله بإظهار الفقر له، حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن بالله من حسن العبادة، ما أراده الله لابد أن يكون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.